مشاهدينا اهلا بكم الى فقره رياضه اليوم والتي نبدأ بكره القدم، حيث قدمت الجامعه الملكيه المغربيه للعبه صباح الثلاثاء بمقرها بحي الرياض بالعاصمه الرباط، قدمت في ندوه صحفيه الفرنسي ايرفي رونار كناخب جديد للمنتخب الوطني المغربي خلفا للمدرب بادو الزاكي الذي تمت اقالته يوم الاربعاء الماضي. رئيس الجامعه فوزي القجع قدم غناخ كمدرب جديد للمنتخب الوطني للكبار والمنتخب الوطني للاعبين المحليين ومشرفا على المنتخب الاولمبي بتعاون مع الاداره التقنيه الوطنيه. ومن المرتقب ان يتقاضى رونار بحسب عقده الذي يمتد لسنتين ونصف، من المرتقب ان يتقاضى راتبا شهريا بقيمه 600,000 درهم، على ان يرتفع هذا الرقم الى 700,000 درهم في حال التاهل لنهائيات كاس العالم روسيا 2018. السيد ايرفي رونار سيشتغل بمساعدين اثنين فقط، وهما السيد بوميل والسيد مصطفى حجي للإشراف على المنتخبات الثلاث. وسيشتغل السيد ايرفي رونار وفق مقاربة تعتمد على تحقيق أهداف واضحة مرتبطة بطبيعة الحال بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم والوصول إلى المربع الذهبي في نهائية الكان سنة 2019. تلقيت عروضا كثيرة، وكوني دربت في العديد من المنتخبات بالقارة الإفريقية كان من اللازم أن أدرس بشكل جدي هذه العروض. من وجهة نظري، وأتمنى ألا أكون مخطئا، فإن مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشروع طموح وفي نفس الوقت قابل للتحقيق كي ننتزع نتائج إيجابية على المدى المتوسط. وكما ذكرتم فإنه من أجل الفوز بلقب ما، فيتوجب العمل بشكل كبير وتقديم دينامية مهمة مع تضامن كل المجموعة وبروح إيجابية، وأيضا بطبيعة الحال مع بعض الحظ، لأنه ومن أجل الفوز بالألقاب تحتاج أيضا للقليل من الحظ. كما قال فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تعيين غناخ لا يعني التقزيم من قيمة الإطار الوطني، مؤكدا أن المشاورات لا زالت مستمرة مع بادو الزاكي من أجل توليه مسؤولية داخل ورش النهوض بالكرة المغربية. لا بد من استغلال هذه المناسبة لتجديد التأكيد مرة أخرى على الخيار الاستراتيجي الذي نهجناه منذ البداية. أفتح القوس للتأكيد بأن المشاورات الأخيرة ما زالت جارية مع السيد بادو الزاكي الذي نعتبره إطارا ومفخرة لكرتنا، وستستمر حتى نضع بطبيعة الحال الرؤية الواضحة لمشاركة بادو الزاكي وباقي الأطر ضمن هذا الورش الذي نعتبره ورشا جماعيا وهو النهوض بأوضاع كرتنا وتطويرها. وبخصوص اختيار المدرب الجديد، اعتبر نور الدين البوشحاتي أن عمل غناغ رفقة بقية طاقم المنتخب الوطني وكذلك اللاعبين سيبدأ من اليوم، معربا عن أمله في أن يدخل المدرب الجديد الفرحة، أن يدخل الفرحة في قلوب الجمهور المغربي. نستمع للبوشحاتي في ميكروفون موفد ميديان تيفي إلى الرباط الزميل نوفل العاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا الامكانيات ان شاء الله باش غنتاهلوا، حنا غنديروا اللي علينا والكمال على الله. هذا الشيء اللي غادي نقوله، ما نقدرش نسبقوا الاحداث، وكنتمنوا ان شاء الله خير، وهذه البدايه ان شاء الله نتمنوا ان نفرحوا الشعب المغربي بهذا الاختيار اللي درنا، اللي ان شاء الله كنتمنوا نتوفقوا فيه. بدا العمل ديالو مع اللاعبين بالتواصل مع الطاقم؟ لا باقي ما بداش، غيبدا من اليوم ان شاء الله، ابتداء من اليوم غادي يبدا. من جهته ايضا اعتبر ناصر لاغيت المدير التقني الوطني في ميكروفون موفد ميديان تي في نوفل عاونا، اعتبر ان غناغ لديه القدره للاعداد لمباراه الكافير نظرا لكونه لديه معرفه مسبقه عن لاعبي المنتخب المغربي ولديه ايضا التجربه الكافيه لمعالجه مشكله ضيق الوقت.
الوقت دابا هو الجامعه اللي اختارت دوك اجوردي ايرفي رونار. كنظن انايا الوقت هو محمس باش ياخذ الفريق الوطني، محمس باش يدير نتائج. كنظن غيكون عنده الوقت، لان غادي يكون عنده نظره على الفريق الوطني، تبع الفريق الوطني، عنده معلومات على اللعابه اللي لعبوا مع الفريق الوطني. دونك دابا غادي يكون اختيار. دونك انا بالنسبه لي زعما الوقت واخا قصير بالتجربه ديالو، كنظن زعما هذاك الوقت غادي، هذا الوقت الصغير غادي يستغلو باش زعما يحط واحد الفريق الوطني اللي غادي كنتمناو يدوزوا داك لي دوماج الكاف ان شاء الله. إلى أوروبا الآن، حيث تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي بصعوبة على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء برسم ذهاب الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبنتيجة هدف دون مقابل انتهت المباراة الثانية التي أقيمت خلال نفس الأمسية، انتهت بفوز بنفيكا على ضيف زينت الروسي، علما أن هدف البرتغاليين الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة. ويوم الأربعاء سيسعى ريال مدريد الإسباني لتحقيق رابع فوز له على روما الإيطالي على ملعب الأخير أولمبياكو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي دائما. ويبدو الريال مرشحا قويا للثأر من مضيفه روما في أول مشاركة قارية لمدربه الجديد الفرنسي زين الدين زيدان. ويعول الريال كالعادة على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر ترتيب الهدافين مع 11 هدفا في دور المجموعات بفرق كبير عن البولوني روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني. من جهته يخوض روما مواجهة القارية الأولى بعد عودة لوتشيانو سباليتي لتدريب الفريق خلفا للفرنسي رودي غارسيا الذي أقيل من منصبه لسوء نتائج، ويأمل بلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2008. من جهته يأمل فورسبورغ في تلقي دفعة معنوية وإنهاء سلسلة النتائج السلبية عندما يلعب في ضيافة غانت في ذهاب دور ثمن نهائي تشامبيونز ليج. ويحتل فورسبورغ وصيف بطل البوندسليغا وحامل لقب كأس ألمانيا، يحتل المركز الثامن في الدوري هذا الموسم، وهذه ثاني مشاركة له فقط في دوري الأبطال، حيث لم يتمكن من عبور دور المجموعات في مشاركة الوحيدة السابقة عام 2009 أما غانت والذي انتقل إليه مؤخرا الدولي المغربي مبارك بوصفة، فيشارك في دوري الأبطال لأول مرة بعد إحراز لقب الدوري البلجيكي عام 2015، ثم احتل المركز الثاني في المجموعات الثانية ليصبح أول فريق بلجيكي يبلغ دور الثمن في دوري الأبطال منذ فعلها أندرلخت قبل 15 عاما. إلى ميدان التنس الآن، حيث تأهلت الصربية أنا إيفانوفيتش إلى الدور الثاني من بطولة دبي الدولية يوم الثلاثاء عقب انتصارها في الدور الأول على الأسترالية داريا غافريلوفا بمجموعتين لا شيء 6-1 و6-0 لتضرب موعدا مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى في الدور الثاني لبطولة دبي للتنس السيدات. وعادت إيفانوفيتش المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة قبل 8 أعوام، عادت إلى العمل مؤخرا تحت إشراف المدرب البريطاني نيجل سيرز الذي تعرض لانتكاسة صحية خلال هزيمتها في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أمام ماديسون كيز. كما فازت الأوكرانية يلينا زفيتولينا على سلوفاكية جينا سيبوليفا بمجموعتين لا شيء 6-3 و6-1 لتواجه الإسبانية غاربين موغروزا المصنفة الثانية في الدور الموالي. وتعاقدت فيتولينا مع جهاز فني جديد واستعانت بالمصنفة الأولى على العالم سابقا جوستين هينان كمستشارة لبعض الوقت. بهذا إذن نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم. إلى اللقاء.